يعني ولادي في البيت بيقولوا لي ما تشتغلش الشغلة دي. أنا عايز لما أموت ما أروحش النار، أروح المكان الحلو. مع كل مسافر حكاية وطريق طويل مليان مواقف وذكريات، حنين لأكلة، لفكرة، لشخص بيستناك، وسؤال عنك وعن الأحوال وإزاي الحال. في المسافر هنقابل ناسنا وأهالينا ونتعرف أكتر عن حياتهم ورحلتهم. المسافر مش بس فكرة، المسافر قصة حياة. اسمي أسامة لطف، شغال هنا من دي لي 6 سنين دلوقتي. أنا عندي 54 سنة. أنا أصلاً أساسي صعيدي، من الصعيد، من المنيا، من صفت اللبن، واخد المعهد من سنة 90. ما فيش شغل، وكنا بنشتغل في الزراعة وفي الفلاحة وكده، وشوية كده وشوية كده، بس ده بينا الأمر يعني، فاضطرينا سافرت فترة برة، وبرضو جيت عايز أعمل مشروع، مش قادر يعني، برضو المجال في الصعيد ضيق وقليل، فاضطرينا نيجي هنا مصر برضو، دورنا على شغل وكده. انت ومين يا حاج ومن امتى؟ جيت الاول لوحدي، وبعد كده كنت بروح كل اسبوع وكل شهر كده، بس تعبت، فبديت اجيب مراتي معايا، جت، وبعد كده جبنا الولاد. اول شغلانه اشتغلتها بصراحه، اشتغلت مع ناس بتبني عماير، كنت بجيب لهم المون، يعني اجيب لهم الرمل والزلط والاسمنت. قعدت فتره برضو، والشغل ضاق برضو، ان مش على طول شغل المعمار على طول. اضطريت ان انا حد من صحابي قال لي في شغل في السكه الحديد، ايه رايك؟ قلت له امين، معايا ولدين، بيطر مخلص دبلوم، ومعايا يوسف تانية كلية ألسن، يعني بيعد علينا أجانب بحكم أن أنا مثلا متعلم، فبحاول بسلكها معايا، يعني أقدر أقول له، بيقول لي أروح عنين رصيف وكده، فبحاول أقول له كلمة بالعربي وكلمة بالإنجليزي وكده، ويعني المهم أن أنا في الآخر بعرفه الطريق اللي هو رايح، الرصيف اللي هو عايزه أو القطر اللي هو عايزه. وأنا كنت شغال في حتة في ورشة تبع سكة الحديد، مش في مصر هنا، وكانت في واحدة زميلتنا ست كبيرة، ففجأة لقيناها كده راحت خدت بعضيها وراحت مشي بعيد عننا. فين المطارق؟ فين المطارق؟ بعد ساعة قالوا دي واحدة والقطر مقطعها هناك كده، القطر مقطعها هناك كده. أثر عليا لدرجة إن أنا ما كنت لما أعدي من المكان ما كنتش أحب أعدي من المكان، وبالذات بالليل، يعني كنت بحس برعب وخوف وكده. اتعلمت ايه في 53 سنة اللي فاتوا دول؟ هو بصراحة يعني كل مكان الواحد بيبقى فيه بيتعلم حاجات، يعني رحت برة اتعلمت، لقيت عدم المحبة في البلاد الأوروبية برة، ان القرايب ما بيحبوش بعض، البلاد بتعلم الأسوأ، كل واحد بيبقى عايز يكنز لنفسه، وما حدش عارف، عايز يعرف سره لحد، حتى القريب والأخوه، بيبقوا 2 اخوات وكل واحد بيروح وحده. أول فرحة في حياتك كانت إمتى وإزاي؟ أول فرحة في حياتي طبعاً لما اتولد ابني الكبير بيتر، كنت فرحان بيه لدرجة إن أنا في فرح أحد الأقارب كنت يعني كانوا مصورين فيديو، فكنت رافعه دايماً على إيدي لفوق كده، كان هو صغير، فكنت فرحان بيه يعني. أكتر موقف كرهته في حياتك، أكتر حاجة كرهت إنها حصلت في حياتك إيه؟ أكتر حاجة كرهت إنها حصلت في حياتي، كان عندي ابن الكبير كان ساب البيت ومشي، قعد سنة، فأثر فيا جامد يعني. ساب البيت ليه طيب؟ يعني كانت مشاكل، وتعرف على بنات وكده، وبنات أشرار مش حلوين، فاضطر خدوه في الطيار بتاعهم، بس في الآخر ربنا رجعه يعني، وفاء وكده ورجع. حضرتك بتشتغل عامل نظافة؟ يعني ولادي في البيت بيقولوا لي ما تشتغلش الشغلة دي، تشتغلش الشغلة دي، بس أنا يعني بقول إيه، أنا مش لاقي حاجة يعني، حاجة جنب البيت قريبة من البيت، غير كده يعني هبتمشي معايا، وبخلص بروح شغل تاني يعني، همشية معايا، والحمد لله يعني اللي يرضى بنصيبه ربنا ما بيسيبوش. اتمنى ايه حاجة؟ انا اللي بطلبه ان انا ابقى قريب من ربنا، لما اموت اروح المكان الحلو.